مرحبا بابا. عايش كيرحم والديك. قد من نروح؟ محمد الرابح. سي محمد، شنو هي المشكلة نتاع ولدك؟ المشكلة ولدي مريض بالأعصاب، فهمتني، ومبطلين ويقرا فاك الوحدة، فاك الجمعية نتاع، فهمتني، بطلوه على 100,000، فهمتني، قالوا لي تدفع 100,000، كان يقرا عنده 7 سنين كان يقرا، بطلوه، فهمتني، قالوا لي تدفع 100,000، أنا 100,000 ما عنديش. باهي. هو الطبيب نتاع حسب الإعاقة اللي عنده شنو بالضبط؟ عنده أعصاب، أعصاب ويدوخ ليا. شنو يدوخ؟ يدوخ معناها؟ يدوخ يتسبل تطلع عينيه طول. قداش عمره؟ عمره 12 سنة. 12 سنة، باهي. كنت تهز فيه الجمعية، كان يقرا وكان. الجمعية طلبوا علي 100,000، مشيت للمعتمدية، مشيت للولاية، الولاية مقدم لهم مطلب، ما حبوش يقبلوني. مطلب لشنو؟ مطلب للوالي ما حبوش ترجعوا. هاي باش للوالي ما حبوش يخلوني ندخل للوالي. فهمتني؟ المعتمدة من الباب رجعتني. قالت لك المعتمدة؟ فين المعتمدة بالضبط؟ في الولاية المعتمدة. فين؟ هنا في تونس. وأنت من القصرين قلت لي؟ نسكن هنا، من القصرين وأنا نسكن هنا. فهمت؟ الدبشي يز يا أحمد. يا أحمد. دبشي لبرا. فهمتني؟ أولادي عندي زوز بنات يقروا في الليسي مش يبطلوا. فهمتني؟ ظروفي تعبة، ما عنديش حتى، ما لقيتش حتى وين نشب. علاش خرجت من دارك فهم؟ ما الكيري. الكيري ما خلصت الشهر. ما خلصتش الشهر اللي فات، ما خلصتش الكراء. فهمت؟ هذو من سيرتيفيكات الكل، هذه دواء ولدي يوكل في الأعصاب، في دواء دواء الأعصاب، معناها ب 300,000، ما لقيتش حتى حل. جريت معناها مشيت للمعتمد في جبل الجلود، نسكن في جبل الجلود، مشيت لجبل الجلود قال لي اخويا هاي 50,000 وبرا شوف حل على روحك. فهمت؟ اليوم حابس على 50,000 ولا 100,000 باش تعاود تسجلوا؟ مش على 50,000، ما لقيتش حتى حل، طالبين عليه 100,000 باش نرجعوا يقرا. فهمتني؟ بلي حدد لي سونتر هذا اللي طالب عليك 100,000 فيه. سونتر في الوردية. الوردية باش يرجعوا طالب عليه، هذا حق ترسيم. حق ترسيم. يعني سامحني اليوم في بلادنا طفل مريض، بوه معناها من ذوي معناها عندهم ظروف صعيبة قاسية على الآخر، ومسؤول ومسؤولين نتاع المكتب هذايا اللي في من ذوي طالب عليه ترسيم 100,000. فهمت؟ طلبت عليه 100,000، مشيت للمعتمد، مشيت للوالي باش نقابله، عامل ليه مطلب ما خلونيش نقابله. هاي قلت هاي 50,000 وبرا على روحك. فهمت؟ ما لقيتش حتى حل، ما لقيتش وين نشب. ولدي بنتي تقرا بالليسي، معناها مش عمرها 15 سنه مش تخرج من الليسي. قلتي ما عادش، قلتي مش نمشي نخدم. فهمت؟ ظروف صعيبه. كي ظروفي تشوفي حالتي كي بيه. فهمتني؟ ظروفي اعلم بها كان ربي. فهمتني؟ دبشي تو يتهدد بها الكاري باش يلا واحد يدبشي في الشارع. فهمتني؟ ولدي ماشي يعمل هاك تشوفي بيه كيفاش. فهمتني؟ ما لقيتش حتى حل. انت الاوراق اللي في يدك نتاع شنو فسر؟ هذه كل واحد اعصاب نتاع، فهمتني، نتاع الدواء نتاعو، ما لقيتش حتى، ما لقيتش ليه دواء حق دواه. فهمتني؟ ما لقيتش ليه حق دواه. فهمتني؟ ما لقيتش ليه حق الدواء نتاعو. قداش متر الدواء نتاعو شنو بالضبط وقداش تكلفته؟ الدواء نتاعو مرتين في الشهر، كل 15 يوم 150,000. نشوف فيها تويك حليل توهان وقاعد عاقل. خلي تو مش يدوخ. شرب الدواء يلزمو معناها من نصف النهار بالضبط يزيد يشرب الدواء الاخر. ما يشربلوش الدواء الاخر. ما يشرب الدواء، قاعد يشرب. عاوني واحد خذا لي ولامس ب 50,000 الدواء. فهمت؟ الظروف يعلم بها كان ربي، معناها ما لقيتش هاك تشوفي ما تدير لي 50,000 تو، قالوا لي ما عادش جينا. قالوا لي شكون اللي قال لك ما عادش؟ معتمدة تو، قالت لي ما عادش جيني. ما عطوكش حتى منحة؟ ما عطونيش، ناخذ فاك المنحة نتاع الكيرني 200,000 ما قدونيش، اش يعملوا لي؟ زوز بنات يقروا في الليسي، ولدي مريض، فهمتني؟ المرأة بطال، أنا بطال، ما لقيتش خدمة، ظروفي يعلم بها كان ربي. وقتاش بطال؟ بطل لي ياسر، نخدم في المرمى عامل يومي، ما زماش المرمى. فهمتي؟ ما زماش. ما لقيتش حتى حل كيفاش نعمل. اليوم معناها انت مهدد بدبشك لبرا، صغار ولدك مريض هذا لازم يشرب دواء في وقته، ولازم يرجع للسونتر زاد باش يحتوي. ما قراش خلاص، العام هذا ما قراش خلاص، عنده 7 سنين يقرا ما قراش خلاص السنه. ما قراش. فهمت؟ ما قراش. ايش عندك غيره؟ عندي ثلاثة زوز بنات وليد. عمرهم قديش؟ هذا هو عمره طفل، عمره 12 سنة،
وطفله عمرها 10 سنين والطفله الاخرى 15 سنه. ها مصروفهم وقرايتهم. مصروفهم وقرايتهم، والله الطفله الكبيره تمشي في سبيدري مقطع. قالت لي بابا، قالت لي مش مبطل يعني القرايه، قالت لي نمشي نخدم نشوف خدمه على روح. ما لقيتش حتى حل، كيفاش نعمل؟ ما لقيتش حتى حل، ما لقيتش حتى وين نشب، ما لقيتش حتى حل وين نشب وين ننطحك تشوفي لي كيفاش معناها يزيا، ما لقيتش له حتى حل. عايش اختي احمد جي فترات نتاع كريز معناها جي كريز وتطلع عينيه وفهمتني ويدو خليه طور صرع يا صرع فهمتني، عنده عديت عليه عنده عروق تهز وما ترجعش فهمتني في راسه. ما فيش حل طبي؟ ما لقيتش يا اخي بطبيب، واش عندي الكرني الابيض اللي يفز يقول لك كم بالفلوس تو فهمت، ما لقيتش حتى حل. عايش اختي اليوم معناها انت واقف على لازمك المنحه نتاع ال 200 ما تعمل شيء، ولدك دويته وبركه في الشهر قداش؟ دويته 300,000 في الشهر، 300,000 خاطي مصروفي خاطي ذري تتقارى وخاطي معناها حالتي هكا تشوفي حالتي معناها نحب نحب السيد الرئيس معناها يعمل لي حل في اقرب الوقت فهمت. مشيت للولايه؟ مشيت للولايه المعتمد. قداش واش قالوا؟ اليوم الصباح بركه كنت في الولايه من الباب، قالت لي هاي 50,000 وبر على روحك ومعجيني. قالت لي يا بنتي راه ولدي مريض، يا بنتي راه ولدي مريض، راه حالتي راه دمشي متهدد مشي الا واحد دمشي لبرا كاري ب 300,000 فهمت. قالت لك اخويا ما يهمنيش يعني تو نحيها ال 50,000 يزيح، قالت لك تو نحيها ال 50,000 فهمت. ما لقيتش حق يغيظك احمد؟ ها يغيظك في الوضعيه كي. ولدي راه ولدي من كلام ولدي هذاك فهمت. ما لقيتش في المدرسه ما حبوش يقبلوهولي، قالوا لي كان مع مرافق فهمتني. نقول لك حكايه المرافق ولازم مرافق معاه والشهيه لازم تخلصها انت المشكل. لازم مرافق فهمتني، كانوا عاونوا في 7 سنين معناها يقرا في الجمعيه، كانت مديره الاولى يرحم والديها بلاش مبلش يقرا وتعاون فيا فهمتني. جبت مدير اخرى قالت لي لا اخويا خرج ولدك عليا فهمت. ما يعملش قلق لاصحاب؟ ما يعملش هو عنده ما يعملش، ما يكرز يطيح يبدا واقف يطيح ما يعني. اليوم سونتر في الورديه كيكا سونتر في الورديه وانا المفروض يحتوي صغير يسلم فيه فقط لانهم على 100,000 ولا على كومكوا صحته ما تسمحش. ما دام ما عندوش مشكله مع اصحابه المفروض يقعد. ما عندوش حتى مشكله مع اصحابه فهمتني، جريت مشيت ليهم رجعت ليهم فهمتني، ما لقيتش حتى حل فهمت، ما لقيتش حتى حل كيفاش اعطيني الحل شنو هو. يعني فرحت كي لقيتكم انتم هنا فرحت، قلت نعدي صوتي وخليك ربما فهمتني نحب معناها من السيد الرئيس يعمل لي حل في اقرب الوقت، واللي يسمع فيا يلزم يعاوني في اقرب الوقت على ولدي وعلى دبش وعلى الذريه. اعطيني مل علي الرقم اللي الناس كي تطلبك منه تلقاه. تفضلي هاو هنا 26 400 435. بالنسبة للناس اللي تعمل الخير واللي قادرة تعمل الخير هذا رقم 26 400 435 رقم العائلة. ها رقم العائلة. طلبك الأخي؟ طلبي معناها ولدي يرجع يقرأ يعملوا لي حل، معناها أنا بطال يعملوا لي حل، شوفوا لي ذري بنتي مش بطل من الهيسي، ولدي باش يرجع يقرا ويعاونوني حق الدواء الاخر حق الدواء نتاع ولدي. اوكي ما حاجتي ما حاجتيش حتى بشيء، حاجتي حتى بشيء فهمت، ما حاجتي حتى بشيء، حاجتي بولدي يرجع يقرا، حاجتي بالدواء نتاع ولدي فهمت. نمشي للشيخ يقول لي لا وتو ناخذ ليه الدواء وما ثماش، نمشي لاي واحد ما ثماش، نمشي للسبيطار يقولوا لي لا الكرني الابيض ما ما ما, ما, ما واحد ما ياخذش الدواء فهمت. ما لقيتش حتى حل. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله يسمعونا وان شاء الله فما ناس تعاون وتحب تعاون ان شاء الله يا ربي تعاون. ولدي يرحم ولديهم اللي عاوننا، يرحم ولدي على ولدي برك. شكرا يعيشك يرحم ولدي.